أكد سفير مصر بباريس علاء يوسف على تطابق وجهة النظر بين مصر وفرنسا تجاه قضايا التنمية والتعافي الاقتصادي ودعم الاستقرار والأمن بالقارة الإفريقية. وقال السفير علاء يوسف إن السنوات الماضية شهدت المزيد من التقارب والاتفاق في الرؤى في مواقف مصر وفرنسا تجاه مختلف القضايا والأزمات المختلفة، ومشددا على أن البلدين لديهما رؤية مشتركة تجاه الأزمة الليبية والملف اللبناني. أشار السفير علاء يوسف إلى أن التعاون المصري الفرنسي يركز أيضا على القارة الإفريقية، حيث يحرص البلدان على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإفريقية، من بينها قضية الساحل التي تشكل أهمية كبرى للبلدين.